في البداية تقدموا بالشكر الجزيل لمحترف أمزيان المسرح الأمازيغي على هذه الإقامة الفنية التي أبت أن يحضرها تلة من الفاعلين والمهتمين بالشأن المسرحي، وهي دورة تعنى بفن الممثل. هذه الدورة التي حضرها ممثلون وفاعلون من جميع مدن المملكة، بدءا من الداخلة مرورا بالأكادير والصويرة وكذلك الدار البيضاء والرباط. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذا التلاحم وهذا الحب لهذا الفن النبيل، لهذا المسرح الذي يعد أبا الفنون. حقيقة هذه الدورة كانت تتويج لمجموعة من المجهودات التي قامت بها كل من المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة وجمعية أمزيان للمسرح الأكاديمي، بغية نشر ثقافة التكوين والاعتراف. هذا التكوين الذي سوف يشكل لبنة من أجل بناء مسرح على مستوى الفعل، أقصد مسرح ناظوري قوي سوف يشكل طفرة على المستوى الوطني. أدعو أيضا جميع الفاعلين للالتفاف حول هذه المبادرة التي تعد طفرة نوعية على مستوى التكوين هنا في الإقليم. وكذلك أعدكم بأنه إن شاء الله في الدورة المقبلة سوف نعمل جاهدين على أساس أن تكون دورة بحضور قوي، وأيضا على مستوى التكوين بحضور مواطنين على المستوى الوطني وأيضا على مستوى الدولي. شكرا لكم وشكرا لدعمكم لهذه المجهودات القيمة التي قام بها إخواننا وأصدقاؤنا في جمعية أمزيان. شكرا جزيلا. نور الدين الطويل من الصويرة، مؤطر ديال الورشات والمدير الفني ديال الإقامة الفنية بمدينة الناظور. بالنسبة للإقامة الفنية فهي تتمة أو استمرارية ديال الإقامة الفنية في مدينة الصويرة اللي دازت الدورة الأولى والدورة الثانية. هنا التتمة أو الدورة الثالثة ديال هذه الإقامة الفنية اللي هي فضاء ديال الإبداع، فضاء ديال استقبال مجموعة من الشباب من أجل صقل المواهب ديالهم وتطويرها ونقاسموا معهم التجارب ديالنا. بطبيعة الحال مدة ديال الأسبوع جاوا تقريبا مجموعة ديال الشباب من مختلف المدن المغربية من أجل يتجمعوا هنا في الناظور وتكون واحد مجموعة ديال الورشات اللي استفدوا فيها لا على مستوى هيكلة الجسد، الإيقاع، صوت الجسد، المنهج دي ستانيسلافسكي، ومجموعة من السهرات من أجل تقاسم التجارب ديالهم وتبادل الخبرات والمعارف بيناتهم، إضافة إلى مجموعة من الورشات الأخرى اللي كتهم الموسيقى كذلك. كنشكروا اللجنة المنظمة اللي استقبلتنا هنايا في الناظور وعلى رأسهم جمعية أمزيان للمحترف الأكاديمي اللي سهرت على تنظيم الدورة هذه واللي قدمت مجموعة من الأشياء للإقامة الفنية. تنشكر كذلك ناظور بريس على التغطية ديالو والمواكبة ديالو لهذا الحدث هذا ولهذ التظاهرة اللي نتمنوا أن ترك الصدى ديالها في مدينة الناظور وتكون واحد البداية لانطلاق مجموعة من إن شاء الله من الورشات ومن الإقامات هنا في مدينة الناظور. جنوز ولد مقران الموقع ديال ناظور بريس خل التغطية ثاني نشقنا فخر الدين العمراني مخرج مسرحي رئيس مكتب الأنشطة الثقافية والفنية بنيابة وزارة التربية الوطنية سابقا. انشل الصفينو ذاني تاني ذي التظاهرية ثاني تاني جمعية محترفة مزيان للمسرح الأكاديمي. نورمالمون تغيم استدعي باش هذا الطيغة وذي المداخلة حول الإخراج المسرحي لفائدة المستفيدين والمستفيدات زي إغان غديوسين زي ثندم المغرب مرة، ولكن اقترحت اللجنة المنظمة على أنه هذا بدر المداخلة ينوذقق خلمو المحتفى به واللي الدورة ثيسيس من سوى هو الدراماتورج النغم قران سي الحسين القمري. وفعلا تم تسليط الأضواء خل الجوانب الشخصية ثاني يدوش الكثير وما مشني غير الكلمة ينو سي الحسين القمري. في الحقيقة حسب هذا شاخ شوية زي زقوار الشاعر القضية شاعر محمود درويش رمينا يجل البيت نشي سيخت القمري. القمري حسين إنسان خلق
من جزمة أفقة، لأنه يسذكج المرحلة النظرة تغي خوة تماما سوار واني الاستقلال مباشرة وتغغان غوريج حشد، ولكن انت تغغان الحسين القمري. الحسين القمري كان بمثابة فرقة، بمثابة اتحاد، بمثابة يعني متعدد لوحده متعدد، وفعلا استطاع باش هذه السيد في الفن يوان المسرح ذي العقل والوجدان والتربية نجي لتغى بعد الاستقلال مباشرة، من جملتهم الأستاذ سعيد الجراري، من جملتهم الأستاذ المرحوم الدكتور عبد العاصم، البشير القمري، بن عيسى الدراز، إجن العداد نيودان بيجو، أيضا إجن العداد نيودان، ثم ثاني في إطار إجن الجمعية قناة جمعية المشعل المسرحي. المشعل المسرحي استطاع أدي جيجو صوري في النغني تقوي رمي يلتحق القيد الخضر زي مصر بعد إتمامه الدراسة بمصر بجمهورية مصر، يزداني تاني وكان محبا للمسرح لأنه تغي حتى ذي البروفات وذي التداريب ويشارك في بعض الأدوار مع فرقة يوسف وهبي آنذاك. رمي ديوس داني تاني وفى الحسين القمري فقط، إذا يقيم الحسين القمري يتألى في المسرحيات والنصوص والقيد الخضر يتق الإخراج. لذلك كاين مجموعة من المسرحيات من جملتهم عمالقة يذوبون، من جملتهم رجل فك الدكا، من جملتهم المتمردون، مجموعة من المسرحيات مهمة جدا. وتشاع لأن الحسين القمري أيضا يشارك بمسرحيات في مهرجان المسرح المدرسي، إنش إذا سنكين الإخراج المسرحيات أنا ونويت زيس الرتبة الأولى ذي المغرب ميكمر 1996 ذي أكادير نحصد سني الجائزة الكبرى، عفوا جائزة السينوغرافيا الأستاذ محمد العمالي، أيضا ذي 96 ذي 97 نسي الجائزة الكبرى إخراج ونص وسينوغرافيا، وجائزة الممثل ذكور وإناث أيضا مسرحية ثغرابوت النوح، سفينة نوح في الحسين القمري أيضا، ثم مسرحية جوحة، مسرحية ألعاب، يجي مجموعة من المسرحيات نشتكون خفوص السيدة يواني تاني ويتكون كذي يجي مجموعة الإخوان. أذكر ذي الموقع ينوم المحترم نادر بريس بعض الأسماء زيسن مثلا بودقيوت عبد الكريم أكثر خثو ذي رغاب ورنت يشان الشيء الكثير ذي المجلية، أيضا أذكر أحمد الدحروش الأستاذ يتقاعد المدير لمدرسة ابتدائية نحييه زي الموقع ينوم، ذيني أيضا عبد الرحمن بهدان، ذيني أيضا سوت طايري، ذيني أيضا قردو الدريس، ذيني مجموعة من الممثلين تكون خفوس الحسين القمري. ونشي نعاود نكون خفوس نقعد تاني مجموعة من الممثلين الآن الحمد لله موجودين ذي التلفزة، موجودين ذي التلفزيون، ذي عفوا ذي السينما، ذي أعمال سيت كوم، ذي مسرحيات، ومن يصفر حتى تصلينا ونشي ذي الريف وبالضبط ذي النظر ودري وشو الحسيمة وغانخشا وقينشا وابنانشا ذي الاستقلال، لأنه تغى حس بنا نغ ننتمي لمنطقة المغرب الغير النافع. والكلمة ثانية تاني والنعتية والوصف اتقسان ذكور، بالعكس الريف يشيل الكثير ويشي شيء الريفها، يشيل المغرب ككل، يشيل الشريف محمد مزيان، يشيل عبد الكريم الخطابي، يشيل مجموعة من المجاهدين، وانتقل الجهاد وقاطس خل البلد لجهاد فكري، لجهاد عقلي، لجهاد إبداعي.